النهارده عندنا حرف الميم لكن بطريقه التاسيس. احنا قلنا هنشتغل في الجروب ده منهج صوت واطي. طب يا جماعه ما اعتقدش الصوت واطي، فيا ريت الناس تقول صوت واطي ولا الناس لا، لان شغال المايك. ها الصوت واطي على الكل ولا حد معين؟ هنشتغل حرف الميم بطريقه تاسيس، يعني هناخد المنهج وناخد معاه تاسيس ميم فتحه عشان الطفل يتعلم قراءه، لان اخر فرصه للقراءه السريعه وان احنا نتعلم قراءه كويس هي سنه اولى، والترم الاول بالذات. الترم الثاني فيه موضوعات كتير وثانيه مش محتاجه تاسيس خالص. تمام، ميم فتحه ما، ميم كسره مي، ميم ضمه مو، ميم مد بالالف ما. صوت عامل ايه يا جماعه؟ صوت كويس. المشكله عندك مامي عمار، ممكن تخرجي من البث وتطلعي وتدخلي تاني. ميم مد بالياء مي، ميم مد بالواو مو، ميم تنوين بالفتح من، ميم تنوين بالكسر من، ميم تنوين بالضم من، ميم سكون ام، الف همزه فتحه ا، ميم سكون ام، الف شده وكسره. احنا قلنا الشده عباره عن حرفين ماسكين في بعض، الاول ساكن مع اللي قبله والثاني متحرك، فبقول امي. عليكم السلام يوسف عبد الخالق. امي الالف والميم ام مي. طيب هنا ام، عفوا ام ما. طب هنا ام مي. طب هنا ام مو. يبقى شد عباره عن حرفين ماسكين في بعض، الاول ساكن مع اللي قبله والثاني متحرك. تعال ناخد كلمات على ايه الكلمات دي. ميم فتحه ما، منع عا، منع عا، زي كلمه مدى حا، مدى حا. واحنا قلنا طريقه القراءه بنقرا حرفين مع بعض، ما نقولش مدى حا ما، لا منع عا، مدى حا. ميم كسره مي، زي كلمه عامي لا، عامي لا، زي كلمه ومي ضا، وامي ضا، برضه حرفين مع بعض، عامي لا، وامي ضا. ميم ضمه مو، زي كلمه مو سي، موسي كا، موسي كا، زي كلمه مودي حا، مودي حا. تاني ميم فتحه ما، ميم كسره مي، الفتحه لفوق الكسره لتحت، الضمه اضم بقي، منع مدى حا، عامي لا، وامي ضا. ميم ضمه مو، موسي كا، مودي حا. ميم مد بالالف ما، بطول فيها نفس الصوت لكن بطول فيها ما، زي كلمة إيه؟ زي كلمة ماهرو، زي كلمة مانعا. ميم مد، ميم كسرة ميم مد بالياء مي، زي كلمة إيه؟ زي كلمة سميعو. وقلنا قبل كده حقيقة محمد الشيخ، يا مرحبا يا حبيبي، قلنا قبل كده ما نقولش ساميعو، لا سامي، نجيب الحرفين مع بعض، سميعو، زي كلمة عميدو، عميدو. ميم مد بالواو مو، زي كلمة رومو، رومو. شو احنا قلنا ايه قبل كده؟ ان المد بالواو بحب الضم، المد بالواو خالي من اي حركة، المد بالواو اللي قبل مقطع، والمد بالياء بحب الكسر، المد بالياء خالي من اي حركة، المد بالياء واللي قبل مقطع، والمد بالالف بحب الفتح، والمد بالالف خالي من اي حركه، والمد بالالف واللي قبله مقطع، اي مد مش عليه اي حركه، لا فتحه ولا ضم ولا كسر ولا اي حاجه، هو الحرف اللي قبله انطقهم في نفس واحد. بيحب الالف بيحب الفتحه قبليه، والياء بيحب الكسره قبليه، والواو بيحب الضمه قبليه، تبقى ما يرو، ما ما نعا، سميعو، عميدو، مو، زي كلمة رومو، شو، زي كلمة يمو، يمو تو. طيب ده بالنسبة لفتحة ضمة كسرة، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. طيب التنوين بالفتح، زي ما أنت شايف التنوين بالفتح هو فتحتين فوق بعض، نون كذابة بتضحك علينا، بتخلينا ننطقها نون وهي مش نون، بنقول إيه؟ من، في نون أهي جاية في الإيه؟ في الصوت، لكن هي ما فيهاش نون، اسمها نون كذابه. بننطقها نون وهي مش نون، بنقول من. لكن والتنوين بالكسر من، برضه نون، التنوين بالضم من. لكن التنوين بالفتح بيحتاج الف مساعده. لازم نحط ليه الف مساعده ما عدا. خدنا الحصه اللي فاتت حرف الهمزه. الهمزه بنحط ليها الف مساعده؟ لا. لامتى؟
لما يكون قبليها مد بالالف ما اقدرش احط الهمزه وراها الف تاني، غلط. تمام؟ ايه تاني؟ التاء المربوطه زي كلمه مد راسا تن، ما بحطش ليها الف مساعده، ما ينفعش المنظر ده خالص. او التاء المربوطه الثانيه اللي قبلها حرف ايه؟ فصل، ما ينفعش احط تنوين بفتحه كده، لا بشيل التنوين بشيل الالف المساعده مع الهمزه المسبوقه بمد بالالف وبشيلها مع التاء المربوطه دي او دي، دي اسمها قواعد املائيه. يبقى اي تنوين بالفتح بتحط ليه الف مساعده الا الهمزه المسبوقه بمد بالالف، مع ان كمان في بعض العلماء النحو اجازوا ان نحط الف، لكن احنا بنتكلم في الشائع واللي موجود في مناهجنا ان الهمزه المسبوقه بمد بالالف ما احطش ليها الف مساعده، التاء المربوطه ما احطش ليها الف مساعده سواء دي او دي. من زي كلمه ايه؟ علي، عين فتحه ع لام كسره لي مد بالياء علي، حط تنوين علي من، لازم نحط التنوين بالفتح والالف المساعده. ولما اجي اقطع الكلمات دي بحط الالف المساعده والميم مقطع صوتي واحد، والمد واللام مقطع صوتي واحد، والعين لوحدها، يبقى ع لي من. يبقى التنوين بالفتح بيحتاج الف مساعده، بشيلها امتى؟ مع الهمزه المسبوقه بمد بالالف والتاء المربوطه. التنوين بالفتح نون كذابه، التنوين بالفتح هي والالف المساعده مقطع واحد. خد بالك بنحط التنوين على الحرف، بنحط التنوين على الحرف مش على الالف، لان الالف جايه تساعد. انت بتقول عليم، عايز احط تنوين للميم علي من، يبقى التنوين على الميم، الالف جايه تساعد، الالف جايه تساعد يا حبيبه. تمام؟ علي من. طيب عايزين ناخد الميم تنوين بالكسر، بنشيل الالف المساعده مع تنوين بالكسر والتنوين بالضم، ما بنحطش الف مساعده خالص مع التنوين بالضم او التنوين بالكسر. من زي كلمه ايه؟ زي كلمه حاكم، مد بالالف حا كي من، بنحط التنوين من غير اي اضافات. حا الحاء والمد بالالف مقطع والكاف لوحدها مقطع حا كي، والميم التنوين بالضم مقطع لوحدها حا كي من، حا كي من. طيب عالمون التنوين بالضم هو كمان ما بيحتاجش الف مساعده، بنحط لوحده مقطع برضه نون كذابه. عالمون بلاش نقول عالي من، ما بحبش التقطيع في الكلمه. عالي من، حاكي من، علي من، منع ع مش مانع ع، دي مش قراءه. تاني ولو بتخلي ابنك يقرا قطعه بلاش تقول، يقول لك مثلا ذهب باسم وباسام، دي مش قراءه. دايما خلي الولد يقف على الكلمه يقراها، انت قلت باسم اسمها كده باسم، ها ذهب لا ذهب، عايز اسمع الصوت ده قبل ما تسيب الايه؟ الكلمه. تمام؟ يبقى تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر، اسمها نون ايه؟ كذابه، عشان انت تتملى تبقى عارف ان دي ايه؟ نون. تنوين بالفتح بيحتاج الف مساعده، التنوين بالكسر ما بيحتاجش الف مساعده، التنوين بالضم بيحتاج الف مساعده، ما بيحتاجش الف مساعده. طيب، نيجي بعد كده السكون، السكون يعني ايه؟ يعني بص كده عندك في الكتاب قمه الفشل الذريع ان هو جايب لك ميم فتحه ما، ميم كسره مي، ميم ضم مو، وجايب لك الميم وهي ساكنه لوحدها، ويروح المدرسين في المدرسه يقول لك ايه؟ ميم سكون ام او ام او ماء. ايوه، ازاي بتقرا السكون لوحده؟ ازاي انت كتاب وزاره بكل الكوادر دي والدنيا دي كلها وجايب للطفل حرف الميم لوحده، والمدرس يقول في الفصل او المدرسه الف همزه فتحه ايه، الف همزه ضم او، الف همزه كسره ايه، الف سكون ماء، ماء ايه؟ الحرف الساكن ما بتقريش لوحده، الحرف الساكن حرف خلان كسول، محتاج حد يقابليه يزقه يقف جنبه، ما ينفعش اقول دي اسمها ماء، عايز احط السكون على الميم حط قبلها حرف ام او ياء، يم نون نم راء رم فاء فم الف ضمه ام. اما تحط الحرف بحركه لوحده والطفل والمدرس في الفصل يقول لك ام او ماء، ماء ازاي يعني؟ ماء ماء اهي، انت لما تقول ماء ماء ادي ماء اهي، ايه جاب دي لدي؟ فده منظر غير مقبول اصلا، اللي عمال يقول مناهج مش مناهج، ده منظر غير مقبول في الكتب، ما ينفعش احط الميم حرف ساكن، ما ينفعش يتقروا،
الا لازم يكون حرف قبله، عشان كده ما بتجيش في اول كلمه، السكون ما بيجيش في اول كلمه لان لازم يكون حبل حرف قبله. طيب دي اسمها ايه؟ الف همزه فتحه ا ميم سكون تبقى ام، بقفل عليها ام ام، زي كلمه ايه؟ زي كلمه ام سا امسك. تمام؟ سهل السكون؟ سهل. طب لو حطيت ياء عادي جدا، يم، زي كلمه يم نعو، حط مع اي حاجه. طيب دي بقى اسمها ايه؟ دي الشده. الشده عباره عن حرفين ماسكين في بعض، الاول ساكن مع اللي قبله والتاني متحرك لوحده. يعني ايه؟ بص كده معايا، دي اسمها ايه؟ أمي. أنت ملاحظ إيه؟ أمي، حرف الميم قلناه مرتين، بص كده، ما هي كده أم وبعدين مي. ينفع أصلاً أنا أكتب الكلمة كده؟ اللغة العربية في القرآن الكريم، ينفع أكتبها بالمنظر ده؟ ده أصل الكلمة أصلاً، أمي. الألف والسكون مقطع، على فكرة لسه أقول لك إن السكون واللي قبله مقطع، بنحطهم زي المد بالألف بالظبط، المد بالألف واللي قبله مقطع، والمد بالياء واللي قبله مقطع، والمد بالواو اللي قبل مقطع، والسكون هو كمان واللي قبل مقطع. فالكلمه دي اصلها كده ام وبعدين مي. بس ده ينفع منظر؟ لا، بنعمل ايه؟ بناخد الحرفين نحطهم حرف واحد. تمام؟ الحرف الثاني ده ماله؟ كسره، احطها كده. والحرفين عشان اختزلناهم في حرف واحد بنقول للي بيقرا خد بالك لما تشوف دي اقرا الحرف ده مرتين. هتقراها المره الاولانيه ساكن. ايا كان الحرف اللي قبليه ساكن، لما تشوف دي يبقى دي الاول ساكن، والثاني ماله؟ الثاني لو تحتيه كسره هتقراه مكسوره، لو فوقه فتحه هتقرا الحرف الثاني مفتوح، يا اما ام ما ام ما، يا اما كسره ام مي، او ضمه ام مو. ايه اللي بيخليني اقول ما ولا مي ولا مو؟ الحرف، الحركه اللي تحت الشده، لو هي شده وفتحه الحرف الثاني هتنطقه مفتوح، لو شده وكسره الحرف الثاني هنطقه مكسور، لو شده وضمه الحرف الثاني هنطقه مكسور، لكن في كل الاحيان الحرف الاول بيكون مسكون، مسكون ايه؟ بيكون ساكن مع الحرف اللي قبله. فدي اسمها ايه؟ ام ما، حرف مين قلته مرتين، طب دي ام مي، تمام؟ ها؟ ام مو. خد بالك هناخدها كده في كل حروف، فلما نوصل اخر حروف تكون انت لو اول مره تاخدها اصلا هتكون شربتها شرب، ما تقلقش. اما زي كلمه ايه؟ زي كلمه حما حمصا. بص كده الحاء مع الميم ساكنه، حم، الميم الثانيه عليها فتحه ما، يبقى حم ما، صاد فتحه ص. ناخدها مع المد بقى، احنا قلنا شد عباره عن حرفين، الاول ساكن مع اللي قبله والتاني لوحده اهو، حم ما. طب افرض الميم الثانيه دي وراها مد زي كده، حم من، بالتالي هحط الميم الثانيه مع المد بالالف، يبقى حم مقطع والميم مد بالالف، ما حم ما حم ما حم ما، كمل حم ما من. يبقى الشد عباره عن حرفين ماسكين في بعض، الأول ده يعني حرف الميم ده حرفين، الأول ساكن مع اللي قبله أم، والتاني متحرك لوحده ما أو أم مي أو أم مو، فتحة ضمة كسرة، شدة وفتحة، شدة وضمة، شدة وكسرة. أم مي زي كلمة إيه؟ زي كلمة يو أم مي، يو آ يو أم مي، يؤمنوا، بلاش الهمزه عشان ما تلخبطوش، بلاش الهمزه، يؤمنوا، خليها يو رمي، يرمموا. طيب ياء ضمه يو لوحدها، طب الراء مع الميم رم، دي الساكنه، الميم الثانيه عليها كسره مي، يبقى يو رم مي، كمل يرمموا يرمي، ننطق حرف الميم مرتين. طيب هنا أمو زي كلمة إيه؟ يا صم مو، نفس الحكاية، الميم عليها إيه؟ شدة، الميم مع الصاد مقطع صم، يبقى يا صم، وبعدين الميم الثانية مو، يا صم مو، يا صم مو. بالنسبة لآدم
بالنسبه لرحيم، بالنسبه لعمار، بالنسبه لعمر، واخدين الكلام ده معايا في جروب التاسيس. لكن حبيبه ويوسف اول مره ياخد الكلام ده، فهياخد منكم كذا حصه لو انتم مش عارفين الشده. حصه مع كل حرف ياخد بالطريقه دي، هتلاقوا نفسكم ان شاء الله بتقروها كويس جدا جدا. اعرف بس ان الشده عباره عن حرفين، الاول ساكن مع اللي قبله والثاني متحرك. ام ما حما حمص حما حمام. امي يرمي يرمم. امو يصم. واضحه يا جماعه؟ حرف الالف حرف الميم. انا مش هكتب الكتاب طبعا، ده صداع ليا، بس احنا قلنا بنعمل اللي يرضي ربنا مش بنعمل